مشاهدينا وصلنا لختام فقراتنا في الخنادق، هي مساحة بنحتز بها الروح المعنوية لجنودنا الأبطال البواسل الأشاوس الحقيقيين المرابطين في الخنادق منذ أبريل 2023. هم بدافعوا عن كل بقعة في السودان وبدافعوا عن الوطن والمواطنين. دروعنا الحامين حمانا نشوف. الحمد لله الذي أرانا ما يسرنا، والحمد لله الذي أسعب عنا الحزن. ما أنا ممكن بأربع رسائل لنقول الواحد بيبعث بها إن شاء الله. الرسالة الأولى رسالة تطمينية لكل المواطنين. الحمد لله رب العالمين، أخوانكم وأولادكم دين الله واقفين وحارسين تراب الوطن ده. الله دي واحد، والنصر قريب إن شاء الله. دي رسالة الأولى. الرسالة الثانية أخواننا في القوات المسلحة، أبشروا والله دين أولادكم ودين أخوانكم كالبنيان يشد بعضه بعضا. وصوا كان شفتوا ما لقينا أي حاجة، فرارنا ده بس يا أخي. والأخيرة سمعنا إنه في كثير من الناس بيتكلم عن مجاعة، أبسطوا مدوا بصركم هنا. والله دي كلها محاصيل وخيرات البلد، والله ما في زول زرعها. احنا عندنا في السودان بنقول قايمة بروز. الله اكبر. والله ده كله قايم بروز. ابشركم والله. والبروز ده نحن حارسينه، لانه ده اكلكم وشرابكم. لا حقنا لا حق الناس اللي قاعدين دين، حق الناس اللي جايين بعدينا. واي زول داير يجي باعتبار تدخل خارجي حبابه اللي يجي. الله اكبر. الله اكبر. السلام على اشرف الانبياء اجمعين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نحن والله يا اخواننا ما عندنا كلام كثير دار نقوله. كلامنا زي ما قال اخواننا ما خلوا شارده ولا وارده. كلامنا للدعامه حاجه بسيطه ومشيطه. كلامنا بس بالسلاح الطاير بس. الله اكبر. والله العظيم والله العظيم سلاسه. انتوا انتهيت. نقول لكم بامانه ما عندنا حاجه ثانيه، احنا جيزه من ديسا. انتوا انتهيتوا. الله نقول للسيد الغايد برهان والله بعد السيد الغايد ننقفه. اولادك ما دام قاعدين في الميدان هنا سال العمل الخاص والقوات المشتركه انت ننقفه يا احنا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله نرفع لك التمام من البلد خاليه من التمرد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسوا النار عينا بكت من خشية الله وعينا باتت تحرس في سبيل الله. الله أكبر. نحن والله العظيم مرقنا ولبسنا الكاكي ده مرقنا لله وقاضين الله. الله أكبر. بنقول لأي دعامي والله العظيم والله العظيم أنت ما بتخوفنا بسلاحك. زي ما قال أخونا مطر ده والله تاني بالسكين بس. الله أكبر. لأنه الطلقة ذاته غالية عليك. الله أكبر. الطلقة والله بقت غالية. غالية عليك أنت. سيد رسالتينا لسيد برهان، سيد الغايد العام ليك الف تحيه، وسيد شمس الدين كباشي ياسر العطا. من هنا انا بقول لكم والله انهم مقفره. لا لا جاهزين ولا ما جاهزين؟ جاهزين ولا ما جاهزين؟ الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. نشكر اخواننا في قياده المتحرك حرك فرسان الكرامة. احنا نقول طالما انه دي قيدم قيادتنا وده كلام قيادتنا ان شاء الله ما في خوف يا اخوانا. احنا مع قيادتنا على قلب رجل واحد سمعا وطاعة في المنشط والمكره باذن الله تعالى. ما دارين نطلع على الناس كثير. ننشد ان شاء الله نشود ونشدين. نعم ببال حماس نحن واصلين الناس حماس وكل وبلانا، لكن شنو نزيده برضو ما بعفين. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر.
ناس بتعشق لما تعشق بنيه في ايد حنا ونحنا نعشق لما نعشق ليه هذا مبال جنة ناس بتعشق لما تعشق بنيه في ايد حنا ونحنا نعشق لما نعشق ليه هذا مبال جنة نحنا نعشق لرسولنا وبرضه نعشق للعقيدة نحن نعشق لرسولنا وناس بتعشق لما تعشق لقصور وعمر مديدة نحن زي ما قال محمد نعشق الجنة ونريدها ناس بتعشق لما تعشق لبنية فيها حنا ونحن نعشق لما نعشق لجهاد بعد جنة يا محمد هاشم اعلم انك الخليت سنة يا محمد هاشم اعلم انك الخليت سنة انك كيف نحمي القضية وفي سبيلنا بعمرنا وانه كيف نفنى وندافع عن مبادئنا وقيمنا ناس بتعشق لما تعشق لبنية بعيدة حنا ونحنا نعشق لما نعشق لجهادا بعد جنة بالقضية الفي سبيلة فارق الذل صحابه بالقضية الفي سبيلة فارق الملا صحابه ورايا راح تفضل ترفرف ونهري يتدفق عقابه نار توحيد لرسولنا في طريق غير طبابه ناس بتعشق لما تعشق لبنية بعيدة حنا ونحن نعشق لما تعشق لجهاد بعد جنة يلا فارق الحلة نجاح
في سبيل الله ويلا فارغ لله انا جاي في سبيل الله نجم والعنبر نجم الميس والعنبر من دم صافي قطع ولا دم صافي قطع ونبعث منه لون احمر وعيد عباري وصانا وعيد عباري وصانا لحمل الدوش وتانا وعيد حمل الدوش وتانا من الحربين عدانا من الحربين عدانا من الحربين عدانا ما أصر الدنيا هربانا ومن أصر الدنيا هربانا يلا فارغ لله انا جاي في سبيل الله يلا فارغ لله انا جاي في سبيل الله وبطي بقولي بمنايا وبطي بقولي بمنايا يا الله تحقق الغايه يا الله تحقق الغايه اخواني وصولي بالرعايه يلا فارغ لله انا جاي في سبيل الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر احنا من هنا ان شاء الله ضيعه نبايع بها ربنا سبحانه وتعالى نبايع بها أهل السودان نبايع بها قيادتنا إن شاء الله في الدولة السودانية على رأس القوات المسلحة السودانية إنه ما في رجوع يا أخوان ما في تفكير يا إلهي ولا ما في رجوع عزا لله نبايعك عزا لله نبايعك جندا لله وأنصارا جندا لله وأنصارا عهدا لله نبايعك عهدا لله نبايعك جندا لله وأنصارا جندا لله وأنصارا عهدا لله نبايعك عهدا لله نبايعك جندا لله وأنصارا جندا لله وأنصارا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولا نعمة إلا بالله الله أكبر.